المشاهدين، الله معكم. وقفتنا اليوم بزمن الصوم المبارك رح بتكون تحت عنوان ملي حالك من الله أو ملي حالك من الله. هدف زمن الصوم أني أنا الإنسان صير أكتر وأكتر أشبه الله، حتى تصير حياتي انعكاس لصورة الله يلي هو الرجع تبعنا ويلي هو الهدف تبع حياتنا كلها. بس لحتى أقدر ملي حالي من الله، أنا مطلوب مني فرغ حالي أو فضي حالي من حالي. ما بقدر كون ساع الله إذا أنا مليان من حالي، لأنه الإنسان المليان من حاله هو الإنسان يلي ما بيقدر يتعلم شي جديد ولا بيقدر يخلي شي جديد يدخل على حياته. ودايما نحن بلغتنا المحكية منقول عن حدا مليان من حاله أو حدا بيرفض يتعلم شي أو شايف حاله كتير، هيدا إنسان مليان من حاله، يعني هذا إنسان عبس تحكي معه لأنه ما رح يسمح لولا شيء جديد يدخل بحياته. مشان هيك أنا المؤمن اليوم بزمن الصوم خاصة وكل يوم من حياتي مدعو أني فرغ حالي من حالي لحتى أقدر أعبي حالي من الله أكتر وأكتر. إذا عنا كاس مليان مي وعندي أنينة مبيد وبدي أشرب مبيد بذات الكاس، ما فيني أسكب مبيدات فوق المي لأنه بيروحوا ضيعان. بدي فرغ الكاس من المي وعبين بيد لحتى أقدر استلز بيها المبيد الطيب اللي بدي أشربه. هون بدي أخبركم خبرية صغيرة بتخلوها معكم زوادة. بتقول الخبرية كان في ملك عنده مملكة وولاد المملكة بيحبوه كتير وهو بيحبهم كتير. بيوم من الأيام بيقرر إنه يعمل حفلة كبيرة لكل ولاد المملكة عنده، لكن كان عنده خوف واحد إنه الخمر أو نبيد يمكن ما يؤدي لكل الناس. منشان هيك قال للجنود تبعوله أنتوا بتروحوا تدعوا كل الناس على هالعيد، بس بتقولوا لكل واحد يجيب معه ألفية نبيد. الألفية هي هيك الكراف يلي من معمول من الفخار ما بيبين شو فيه بقلبه. وهيك صار، راحوا هالجنود دعيوا كل أهل المملكة إنه الملك بده يعملكم حفلة بس كل واحد منكم بده يجيب معه ألفية نبيد. بيوم الاحتفال يوصلوا على الساحة واحد ورا الثاني، بيشوفوا كل شيء حاضر حلو كتير، بيشوفوا برميل كتير كبير بنص الساحة. كل واحد منهم بده يقرب بالألفية تبعوله ويفضي نبيد بقلب البرميل الكبير، جلو 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 بيعبي وبيفل. واحد من هالمدعوين بيقرر انه مدال كلهم رح بيجيبوا معهم نبيد، انا اذا باخد معي أنينة مي بين كل هالنبيد ما رح تأثر، هيك بحط المي بالبرميل بشرب مبيدات بس ارجع على البيت. وهيك صار، وصل هيدا الزلمة على نص الساحة جلوك 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 فضى المي بقلب البرميل وراح قعد محله. كم دقيقة بيوصل الملك بدقوا الترومبتس طبول عم بدق، وصل الملك اهلا يا ملك، بيطلب منهم يعبوا كاساتهم الفخار من هالبرميل الكبير وهن بيعبوا له كاس كبير للملك. بيرفع كاسه، كاسكن يا جماعتي، كاسك يا ملكنا، وبيبلشوا يشربوا. أول شفة، تانية، تالتة، يه هنبيد مطعم، هنبيد طعمته مي. تاري صاحبنا مش وحده يلي فكر إنه يجيب أنينة مي بين أنينة مبيد، كتار فكروا ذات الشي. وهيك بدل ما يشربوا مبيد وقت الحفلة، شربوا مبيد مزغول بالمي بلا طعمة ونزعوا حفلتهم. الهدف من هالخبرية إلكن إنه الله هو هالملك اللي بيحبنا ومأمننا كل شي بحياتنا، وهالبرميل هو حياتنا. نحن شو منحط بقلب هالبرميل شو منشرب. وأوقات كتير منفكر إنه شغلة سلبية صغيرة بقلب هالبرميل ما رح تأثر كتير على حياتي، كذبة صغيرة، سرقة صغيرة، حكي صغير على الناس من هون، كل هالخبار اللي نسميها صغيرة ونصير نلونها سودة وبيضة وخضرة وأورانج ما رح تأثر. لكن العكس هو الصحيح، إذا بعبي حياتي من هالأشياء الصغيرة السلبية رح بكون عم بنضح سلبي، وإذا بفضي هالسلبيات من حياتي وبعبيهم من الله رح كون عم بنضح من الله. ونحن بنعرف المثل اللي بيقول الإناء ينضح بما فيه. خلينا أحبائي بهالزمن المبارك نعبي حالنا من الله حتى ننضح الله حولينا. صوم مبارك.